يا جامس غادي جامس. جامز ما نجمش سرك ليف. جامز عندك العذر ونخلك انا سرك ليف. جامز مش ناحي لك تليفون ناحي اخويا كل شيء. فسروا له لولي هاتي بس تيترو ركز معايا مليا. ايه لما كليم قلني لك ما تخرجوش وتخرجت. انا كليم خوي انتي تعرف وانا نار نعرف شي خوي. لما حاجات اذا وصلونا دي انتي ودي تهدد فينا بحقيقة. لا أيه. انا احنا توضع كيت الكليم اللي خرجتونا نحب نعرف العباد اللي قلت لهم هذوما شكون ودي معاك هذاك شكون زوز انتوما بعد بعد غادي بعد انا وزوز اخرين معنا ثلاثة معنا. اي قديش من واحد في الموضوع ثلاثة انتوكم معنا انا وي انا وياهم زوز معنا نحن ثلاثة برك. وشكون قلتوا واخر؟ مراد ستيوار والدي دابا برك هاو. اضرب مالي اضرب بعد علي يا اخوي الضرب علي اضرب علي يا اخوي الضرب اكيد وزدت جبد لي معامل صوار وقسم بالله. عندي بندجات لأولاد كنت حاول بنجول وتعطيه وهاو لنا الضوء تعذيب بالضوء ما عاش تضربوه بالبونية بالضوء تشوف كيف يقف ديرك. يا سيد العم يا سيد العم خمفة سردك كي ما تخافش لحياتك انتي ما تخافش لحياتك اخوي انا راني راسي صغير بالريس الكبار معنا فهمتي ما عندي رشي خافة لحياتك اعطينا الريس الكبار موت انتي راهم ما يحسوش بيك لو اللي مغطي عليها ناحي السروير ناحي السروير مليك مليك سرك ليه من غير ما تعيط خويا ها ليه اوه يا انتي غادي ضرب ليه عاد ضرب ليه اي ضرب ليه غادي بيه خويا باش نفسر لك باش نفسر لك ضرب ليه خويا عنف ليه بدي اسمع كتافه انتي في وسطهم معناتها راس صغيره لازمك تقول لنا كل شيء وكي تموت ولا اللي يحسوا عليك اللي مغطي عليها اعطيني العباد اللي في بالهم ليه معايا مولاد ستيوار وجدي دبابة وهيك الود سواك هذوك اللي معايا بع 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 اي اي خويا هذه الضربة كي هذه دابا نحط لك السواك في بعد غادي نسكت دابا بع بالله نسألكم سؤال وارجع وخبطوني بالله دخي خبر سيد العام بالله ضرب لي ضرب لي مش عارف بيدخيق بالله نسألكم سؤال معناه يمشي يسر ليمشي يسر يا اخي الفرقة ذي كل هابطة على خاطر الحكاية ذي معناها طبيعة تتمس فينا واحد تتمس العنصر الكبير وتدير فيها ريوس هذا يدور لي ما في بالكش انت بلي ساير شفت الحكايات نتاعك اللي تخرج فيها والمفاهمة واخر واخر شوي زميل بيع ضرب لي عاد بيع ضرب لي عاد هي تجرد فمك اللي حليته هذاك والله فمك الممسخ اللي حليته تكلمت اشتكى لبعضها البلاد عليك ارجع 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 شد براستك ارجع راني نفقري عليك ارجع ارجع يبالك انت اليوم وزير الداخلية تعرض مرتين لمحاولة اغتيال ولدي انا شن داخلني سيد وزيرتي تعمل في المشاكل مع العباد تطير شهم باربعين سنة حبس اللي خرج لك خويا ولده ويحب يقتل سكر فمه سكر فمه جول جول جهنم تعرفها جهنم تعرفها تعرفها جهنم الدوخ نقيموك الدوخ تعالوا نقيموك الدوخ نكمل عليك هاي خويا ده سديو عني بيش أنا أبني عبيد بعد كارير ودنيا تخدم وكذا تولي تتهدد بفيديوهات وما فيديوهات وما كذا ها؟ سرك ليه أنت تعرف معناها اللي جميعتي كم شاس مبيع أنا في بلاسة كم هكية معناها وطايح قدري معناها وكوستي مبيع يتنحات معناها تعرف مش عامل معناها نح 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 عويش نح عويش ببالك أنت النجم ندفنوك تو تتنحى جنة من العالم نعرف غربوش كيف يجيبوك جمعتك ما هو جمعتي اخوي وقت اللي انتم هزيتوني هما معايا معنا رأوكم كيفاش هزيتوني ايو فين شو وصلوا معنا سمح فين شو وصلوا احنا نوكروا كل رأينا نهزي معنا وزير الدخيلة يا فهمت ترى انتم حبيتوا تختاروا انا استعرفت ليه 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 لما ما عندي علش نختار فيه وزير الدخيلة انا عندي معنا حاجة تحطم وزير الدخيلة مش تقطم قول لك حاجة انا ايه اه يا راسي 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 راسي
نقول له حاجه لا والكابل اللي تخرلوا فيه وزير الداخليه يا بيه. تعرف اش معناه انت وجماعتك وجماعتكم البرة اللي همش في البلاد فهمتني اللي يقودوا فيكم من برا كل في العلالش تخراولوا فيه وزارة الداخلية تخراو فيه في البلاد وذي ما عندكم مين توصل واضح واضح جماعتك اللي تحكي عليهم اخوة اشترهم تشدوا البارعة تعطيوا على الهي ذي اللي ما همش جماعتي بفوق اي اي ما همش جماعتك شوف جماعتي جماعتي تخدم بالضافة وجنك وسطيوار مع ايه وهيك ليه ليه وياسين بريسة زادة معانا ايه وش لابق و حمدي حمدي ايه. شلابك ايه بريسة ربي يخلص صحبه معناها عارف شو معناها واحد كي يغدر ويخون لامانة ايه نسير له سركتين مش نسير له ايه برشا حاجات نسير تمشي نحفر له حفرة في القاعة نتسمو فيها كيف عجبت الناس ايه خويا ليه ايه جزاميل ايه جزاميل افرحوا بيه اسمع يدوغ تقايمو اوه يو يو السيجار واني جي انتي التوى مكش فيها مشي مطلوب منك مطلوب منك تشوي معك للدار تدايش لي سكيش ساشين تركو بيه وتخرج منه ما عندي ايش الساشي عند الريوس الكبار شكون هم الريوس الكبار ما تقول ايش ننصحك ننصحك جوز ما تقول ايش مقابل فيهم ديما في قلبي مش انت الريس الكبار في بالك شنو متشدوا البارح يعني وقروا عليك ليه ليه مش هذوك الريس الكبار سمعت بيه حكاية سليمان مع اخويا مش اسمعني اسمعني مش سليمان كهو عاد حم شو يا حم اصلا ثم ريوس كبار شيء سيديات عندك في الدار نمشي ناخذهم ونفتح الكفه لا تبدا تروح على روحك ما عندي شيء اخويا في الدار شو جو سيديات عندك انت وعندك كارت ميموار واخوك عنده كارت ميموار واضحين انت عندك سديات ومعاهم كارت ميموار واخوك عنده كارت ميموار اسمع انا بصرت ان انت تحكي لي حتى حكايه معلومه موثقه متاكد منها انا هذه نتكلم فيها ايه قولي روس كبار لا روس صغار لا ريوس لمبوط هذي يخرج انا كلامك اللي قلته لي مشيش تدب لعياتك شوف الزميل عندك لفات عندك باش تخلعها الدار اخلعها اقل حمورا وغارا وداركم وكل تموت من هذه اخويا ما قلتلكش انت قلتلك امك قلتلك ابوك تعرفش علاش دار واحد في الدار جاوا باهي فرحان وقلتلك اطلع معايا وين الدار؟ تنحط لك في الخريطة يلا اخويا هاي عليني نزل يا اخويا اتخرج اتخرج اخويا مرحبا يجي لا 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 امو دخلت على الشباك من هنا يا اخويا من هنا من هنا كرز اخوها اه يا اخويا بيسمحوني معناه لازم نعمل لك كي اطلع معاك اطلع اخويا لازم نعمل لك كي خاطر الدرع عندي كاميرا وياك ايه هاو تحال تخور هو المانيا والدنيا البوبوس اني اخويا نجبد لك السيدية دقيقة بقى ايه البرفانات هذوما الكل مش نزة زي المانيا مش نزة وكل اخوك تاخر لي بيك اوي اوي راجع وين؟ اي اخوي انا خرجت ماني خرجت من سيدي تفضل اخوي مد انا تفضل ناحيك الماسك نا ثبت يا دم كهو كهو هذوك موجودين اخوي اي بدو كارت ميموار وين؟ بدك لي عاد هذيك صاحبي السي دي وفي معاه كارت ميموار اما كارت ميموار الاخرى معناتها تجي تلقاها كان عنده هو فهمتني؟ عند خوك اي يدور بها تحته هاي جي هات يا عم بجد طلع
تفضل بابا تفضل، زارتنا البركة. مهدي شكرا هكا. على غالب صاحبي مشدود بسيف. شنو مشدود بسيف؟ شو عندك كلاب لهنا ولا شنو؟ هاي تفضل تفضل ما نحكيوش البارة. تشرب حاجة سي سليمان؟ لا لا يزوي به. مهدي مهدي راستي يا وينك صاحبي؟ بس عليك الحمد لله. وينك الغيبة؟ والله انت الغيبة صاحبي. ماني بعت الكونسيسيونير تاع الديار. وينك يا اخوي؟ خبرت مع شرينيك. والله عندي حكيت نعمل فيهم، عندي بحث تحب نطيح. بحث تحب نطيحهم؟ ايش علينا توا؟ سمعت بيك قالبها البليد خويا. الله غالب خويا، لازم لازم. وي شرفتنا. ما تجي كان على مصلحتك. والله ساعة مصلحة الناس الكل نورمالمون. عندك كلب برا كسر لي كرايمي ساعة. كبك كبك. ما يشم ريحة ال شنو هي هذوما؟ تابع الحكاية اللي نعم فيها، اش عليك فيها؟ واه كنت مهووس صاحبي ودنيا وريق وفازير. بس ما واحد نحب نطيح له بحث. بس ماني انا عندي خويا دي في ديات نتاع ريكوردات، فهمتني؟ في الدار نتاعي. شنو بورنو؟ لا 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 شبه هكاك اخويا. اول حاجه عندي كارت ميموار فيها حاجات على وزير الداخليه. ايوا واش هذاك هو اللي نحكي لك عليه من قبيله، باش طيح له بحث. ايوا ها نختموا صاحبي في نفس الحكايه. مالها شكون كيفك خويا اللي عمل لي كاموسه وعمل لي عقله على الشريك نتاع سمسار؟ حطيته في مخي. فهمتك. ايش فيهم الفيديوهات هذوما؟ خويا انا عندي فيديوهات انه انت هك داري، فهمني؟ انا مانيش موجود، خليت الدار محلوله. ما في بالوش هو توا. وجهه ظاهر. وجهه ظاهر، كل شيء ظاهر خويا. الكاميرات خويا تعرف شكون شدوا؟ شدوا خويا حمشرا. حما الابيض معروف حمشرا. اها. شدوا خويا الغالي غادي. يا اخي جبد عليه سلاح وقالوا لهنا اللي صار يموت لهنا وعملوا فيلم. المفيد في بالوش الكاميرا نتاعي قاعد تسجل. اه عطيت كوبي لخويا في صورة ما انا صارت لي حاجة. عد عليه بالبات قطعوا ضرب، هزوا البلاك سايت. قال لي خويا هزني البلاصة ما نعرفش عليها شنو هي، ضربوا قطعوا ضرب. ومن بعد عمل جابوا للدار باش يعطيه سيديات اللي مادام الخوي. ما في بالوش مرة أخرى اللي الدار فيها كاميراوات. يا أخي سجلت دخول البات. الحاجة باهي انه صوت وصورة. والصوت تنجم تطلعوا لي شكون معناها كان عطيك السيديات؟ والله خدمة كبيرة تبتع شوية، ما زمني متاع نهاكي الباس دوني متاع التليكوم ونقارن الأصوات اللي غادي بالتليفونات اللي تتعمل ولا حتى كنت عديو في التلفزة زاد، فهمني؟ تي من بون. انا مش حاجتي بالركلاوي، حاجتي بالركلاوي خاطر انا متأكد اللي صوته معناها نحب جوست. بون كان حاجتك بالركلاوي بركة في ساعة نجم طيح لك صوته. اسكو هو موجود ولا فما هما غزر لي فما ريوس في البلاد هذول. ركلاوي 7 زانيم، سيزار زانيم كان تعرفهم هذوم. وواحد شكون ما يعرفهمش؟ خمج كلهم تاع الداخليه ذوك. وعندك اسمه زرقاء، واحد اسمه زرقاء هذاك ما بوليس بوشلطه زرقاء هذاك هو اللي حاب يترقى. المفيد اللي حاب يترقى ما يعرفش حتى خدمته كيف هي شيء. وعندك اسمها بنته امنه تخدم زاده. اعراض الاعراض الرجال ما نجبدوهمش، ندخلك في بنت الناس. لا لا تخدم غادي وهدت معاهم للدار. هذاك اش نقصد معناها صوت مؤنث معاهم في الفيديو، مش تقصد اعراض الناس والدنيا. لا لا فهمت. نعطيك تو سيديات خويا نخليهم عندك وتعمل كوبي من كابي ما ترجعهم لي. مريق المريق دونك انت جوست مخليهم على موت على حيه ما عندك. صحيح تخلي عندك الكوبي ليك انت وعندي كوبيات اخرين فهمتني. اما باش نعطيك تو من كابي موار خاطر هو كيفك سيديات قاعد كابي موار تاعي انا بركه في الفيديوهات، باش نعطيك كوبي ليك انت خويا. ايوا فهمتك.
وبالنسبة لي هو اخويا وكحا كان جاني نعطيه الكارفيموار على اساس انه سي بون. وانت عندك مريقل صعب قضيتك حسبها في بير. تفضل برا وكسي في البي سي نتاعك ركح امورك وارجع بيا تفضل. اوكي لحظة بارك هاك لنا اي خان كفانو دي عمل لي كوبي من كابي مارو مديالي يا اي اي ما البي سي ذيك مراقب ما فيهش في بي ان و... فهمتك فهمتك ولا ما دي اخويا بابا بابا شنو دي ما وذبين ودنيا قاعد تنظف لهنا اش قلت لي قاعد تنظف لهنا ايه ما تليهش للتنظيف حتى المرأة ما عادش تحب تجي تنظف ايه تتلك لحظة وي كوبي يا وي كوبي يا معلم ايه اوكي 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 نحبك خويا تحاول تطلع لي ايش يا صاحبي شوف ايش ريتهم كاميرا ويت هذوما هذوما عسوا على اللونتري نتاع الجار نتاع برقيوي نتاع شو اسمه سيد الركليوي يا رسول الله لوجين اي بي ها ودنيا اللي شفته كله هنا تخرج تنسيه ها لا لا تهنى تهنى يا يا باك اب 2010 ياك عامل خويا كارت رجول هنا اي يا 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 صاحبي كارت ميمارك وسيديتك شنو ما تصورك هذوكم انت في الدوشه معنا وين متصور مش قلت لك معاش في الكارت ميمار زيد انا ارخاه تفجعش بلي ورايا صاحبتي هادي هذيك اموري صاحبي تليفون تليفوني اي ما مفسخ نظف شويه نظف خويا عليه مش عاجبك لازم نشوفوها بيضة وتللش معناتها لا مش عاجبك احنا شريت وصار هذا مد مد هيت 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 تحكي برشا انت هيت شد يا رحم بوك هيت مريك اسمان وي نتلاقاو صح ناريك برا اخويا كاش نقولوها نحنا بس قلايش ربي معاك ربي معاك خويا باهي لازم تتلوسق جيم تاع فك يو مان هاني خرجت هاني طلقة اثنين جيجا خي جيجا ساعيش عادين عادين من الكلب ايش بيلي كليب تفهموا بعضكم بيلي ايش فهم اللي كول برا يا رحم والدي اركح شكو اركح شكو ارجع منين جيت ما تعديش قدام مسكرينها اللي هما الفوقاني واضح هيك بسرعة كناي هيك بسرعة ريتو الجروب هذاك ولا هاي برا ترس بحذية برا اسمعني من غير مشاكل كلهم كبعضهم امل تعزمي برا برا واسل واحد ارجع ارجع زميلي ارجع السلام عليكم وليد يا رجل السلام عليكم برا شيخ ما يقولش فيك يا زلمة مش بتزبي حد لولا العوان جدا سبي زميل شفما نيش فما شفما شفما نيش فما نيش كنت تقول على الحيط انت ما تسمعش نيا انت زنيمو مهدل مصاريب عمي بالله تفكرت شكون ولا ساعة اكيد عيا به اي اي باقو باقو واطبا من واحد من واحد مين سي زنيمو ربين نستنى فيه ما عندكش فكرة ساعة اي منمومة صاحبي العريض وينك يا معلم نستنى فيه وعليكم السلام وعليكم السلام تدير افتكرين الجهنين وين يخليه مبلغ ماني نحكي معه ما قرب سنسيبه وقطوا لوكيشن خليه لحظه عم شيك لوكيشن معي ازاي بعطي اوكي منيكا كيفاش تطلعوا يا خرا
في البط. مش نعمله مش نعمله. جي زلم جي. فيسع 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 لولي ديخ فيف شاو 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 اطلع نيك. تيركب. بيسيرو خلي بيسيرو قط خلي بيسيرو القطة يصير كرامك.